حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المسافة صفر. تتعقد الأزمة السياسية يوم بعد آخر، فهنالك اتهامات متبادلة بعدم دستورية المحكمة الاتحادية، ويعتبر البعض تمرد واضح من قبل إقليم كردستان على قرارات المحكمة الاتحادية. وفي هذا الوقت وفي هذا التشنج يذهب وفد من النواب المستقلين للقاء السيد مسعود البرزاني للخروج من الأزمة الحالية وخلق تفاهمات لتشكيل الحكومة القادمة. الإطار التنسيقي مصر على رفض قانون الأمن الغذائي، لكن اللجنة المالية أكملت وأرسلت إلى رئاسة مجلس النواب. كل المؤشرات تدل على أنه الأزمة الحالية عميقة جدا ولا بوادر لتشكيل حكومة على المدى القريب والخروج من هذا الانسداد السياسي. مشاهدينا، قبل البدء بالحلقة نستعرض على جنابكم مجموعة من الآراء والأخبار المتعلقة بحلقتنا لهذا اليوم، وبعدها لنا عودة. عندنا أول خبر يقول ائتلاف دولة القانون يتهم التحالف الثلاثي بالتقصد بعدم التعامل والتعاطي مع أي مبادرة سياسية يطرحها الإطار التنسيقي بهدف استمرار الانسداد السياسي. أيضا عندنا السيد مسعود برزاني لوفد من النواب المستقلين، ندعم أي محاولة للتقريب بين الأطراف السياسية، ولكن لن نكون جزءا من المشكلة. رئيس ائتلاف الوطنية يقول إياد علاوي يدعو إلى تشكيل حكومة مؤقتة لإجراء انتخابات نزيهة بقانون جديد ومفوضية مستقلة. عندنا السيد عمار الحكيم، سياسة الاستقواء ولي الأذرع لن تسهم بحل أي من الأزمات بل زادتها تعقيد. الديمقراط الكردستاني للأحزاب الكردية ستعقد اجتماعا موسعا في 9 من الشهر الحالي لتشكيل كتلة كردستانية موحدة. مشاهدينا، أبدأ الحوار مع ضيوفي بعد الفاصل، ابقوا معي. حياكم الله مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج المسافه صفر. رحبوا معي بضيوفي لهذا اليوم، النائب السابق عن تيار الحكمه الوطني السيد حسن فدعم داخل الاستديو. حياك الله سيد حسن، شرفتنا اليوم. الله يحفظك. وكذلك من المؤمل ان ينضم الينا بالصوت والصوره من اربيل عبر سكايب عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد ريبين سلام. الى ان ينضم ويانا السيد ريبين، ابدو ياك استاذ حسن، يعني قيادات مهمه مثل السيد الحكيم، السيد عمار، سيد هذا العامري، سيد مقتدى، سيد المالكي ما قدروا يحلون هذه المشكلة ويتفاوضون. النواب المستقلين رايحين للسيد مسعود برزاني إلى أربيل لحل هذه المشكلة، مو غريبة؟ هذا شيء أشر برأيك. شكرا لك، وتحية للمشاهدين الكرام وضيفكم اللي إن شاء الله ينضم بعد قليل، والكادر قناتكم الموقرة. حياك الله. شكرا. المشكلة مو بالأشخاص اللي حضرتك ذكرتهم، القيادات اللي ذكرتهم، المشكلة مو يهم، لو كانت مشكلة يهم قاعدة وحلوها، بس المشكلة مع أطراف أخرى هي جزء من المشهد السياسي، واللي على يعني مستوى الأهمية يجي التيار الصدري باعتباره حصل على أكبر مقاعد في هذه الانتخابات. التيار الصدري لما يضع خطوط حمراء، ما هي الآلية اللي ممكن إقناعه بها بالتفاهم مع أخوته في المكون الأكبر ثم الذهاب لل مكونات الوطنية الأخرى للتفاهم إياها وتشكيل حكومة؟ أنا أعتقد أن 7 أشهر من ونصف تقريبا أو أكثر من النصف من عمر العراق مو قليل، وكان التأخير هذا بأضرار كبيرة، وكان يمكن للكتل الفائزة سواء كان بالتحالف الثلاثي أو غيره، الكتل الفائزة بمقاعد كبيرة كان يفترض أن تستثمر هذا الفوز بشكل صحيح، وأن تستثمر الوقت بتشكيل حكومة بأسرع ما يمكن، خاصة وأن الأطراف الأخرى اللي ما حصلت على مقاعد تكفي أغلبها أعلنت عن ذهابها للمعارضة وعدم اشتراكها بالحكومة، يعني هي ما عندها طموح في هذه الحكومة. إذن كانت هناك فرصة كبيرة أمام التحالف الثلاثي والكتل الفائزة بالتفاهم فيما بينهم والذهاب بتشكيل حكومة والاستثمار هاي وفرة المالية الكبيرة اللي تواجدت في هذه الموازنة والظروف الأمنية المستقرة بالمنطقة وبالعراق بالتحديد، أيضا انشغال المجتمع الدولي في مشاكل
شرق العالم مشكلة روسيا وأوكرانيا وغيرها من الأمور، يعني مؤهلات النجاح كلها متوفرة. ليش ما استثمرت هذا استثمر هذا الفترة السبعة أشهر فترة مهمة؟ كان يفترض على التحالف الثلاثي أن يسعى بكل جهده، هو يضغط لتشكيل حكومة، مو هو يتمنع من الحوار مع الأطراف الأخرى ويلعب على عامل الزمن. عامل الزمن ما كان من مصلحته، ما أعرف يعني بأي طريقة كانوا يفكرون، وهل طريقة هاي الاستقواء وطريقة الكسر نجحت سابقا نجحت في مراحل سابقة؟ شنو هاي الاستقواء ولي الأذرع بيبن مستقبل التحالف الثلاثي؟ يعني شو يقصد السيد عمار استقواء ولي الأذرع؟ يعني لما هو هاي المشهد الديمقراطي، ناس تتكتل تشكل حكومة أغلبية، تشكل أغلبية ويشكلون الحكومة، وين الاستقواء ولي الأذرع؟ ما مترضين على اللي حضرتك ذكرتها، ما مترضين عليه، كتل فائزة وشكلت أغلبية، الاستقواء بهذه الأغلبية على شركائهم الآخرين وتعطيل يعني الدولة ديمقراطية. ليش استقواء؟ تعطلت الدولة بهاي الديمقراطية مالتهم، تعطلت الدولة بالثلث المعطل، عطل الدولة. لا، الثلث عنده شروط للعمل، وهاي شروطه شروط وطنيه، ما عنده، ما قال انا هالقد وزاري الله اجي، ولو قايل كان من البدايه انحلت المشكله، لو قايل لا انا اريد هالقد وزاره واجي اشترك وياكم وتنفض، فضت من زمان. مشكله على المناهج، مشكله في تشخيص الكتل الاكبر، المشكله في تشخيص من يتحمل مسؤوليه الدوله والحكومه امام الشعب للمرحله القادمه. تعالوا قولوا احنا نتحمل مسؤوليه امام شعبنا وهذا منهجنا وهذه الكتل الاكبر، تعالوا شكلها. هذا كان الأسباب الأساسية اللي أخرت، وعدم وجود منهج واضح، والثلث الضامن اللي ضمن حفظ النظام السياسي والعملية السياسية الآن ما بادر بأي خطوة سلبية، كل الخطوات اللي بادر بها خطوات إيجابية، واحترم القانون واحترم الدستور واحترم المؤسسات الدستورية منها المحكمة الاتحادية وغيرها. لكن الطرف الثاني بدأ يتهم المؤسسات الدستورية، المطالب من عنده أن يشكل حكومة أن يدعم الدولة وأن يقوي الدولة، وبدأ يهدم بأهم أركان الدولة وهي القضاء، بدأ يشكك في هذه المؤسسات الدستورية اللي إحنا المتضررين من قراراتها ما طعننا بها ورحبنا بقراراتها بكل ديمقراطية وتعاطيناها بشكل إيجابي، بالرغم إلى الآن إحنا التحفظ عندنا على أن الأدلة اللي قدمناها كانت كافية لإثبات التزوير في الانتخابات، لكن المحكمة راعت الوضع السياسي العام وراعت مصلحة البلد وعدم وجود يعني ذهاب البلد الى المجهول، وصادقت على نتائج الانتخابات وذهبت في اتجاه حفظ البلد. انا اعتقد كان الاطار ايجابي من بدايته الى الان، مواقفه ايجابيه، وان الطرف الثاني التحالف الثلاثي اضاع سبعه اشهر ونصف من عمر العراق بالنزاعات السياسيه وحاله الكسر للاخرين وحاله الاستقواء على الاخرين، وهذا ما اعتقد تخدم بلد ولا راح تبني بلدنا. زين استاذ حسن، هي هاي المرحله الحاليه مرحله تحالفات، مرحله حوارات، فشل الاطار التنسيقي في الوصول الى تفاهمات عميقه لتشكيل حكومه مع الحزب الديمقراطي، مع السياده، مع التيار الصدري. ليش على عكس التيار الصدري اللي عنده تفاهمات عميقه رغم انه عدم مقدرته على تشكيل حكومه اغلبيه وطنيه، لكن تحالفهم على ما يبدو استراتيجي، متمسكين في البقاء في التحالف الثلاثي. الاطار بطيء بالتفاوض والحوار مع باقي الفرقاء السياسيين. انا اعتقد يعني يفترض ان يساق الحديث بطريقه مختلفه، مو تقول الاطار فشل، الاطار هو مو هو الفائز بالانتخابات، فشل في تكوين تحالف شراكه ويا اقطاب. هذه العباره تطلق على الفائزين الديمقراطي، اللي يسعون لتشكيل حكومه يقول فشلوا في تشكيل حكومه. بس هو منو قال الاطار خاسرين؟ الاطار يعتقد نفسه مقاعده اكثر من التيار، اصواته حتى مقاعده. هسه مو تقولون 82 83 احنا، لا هذه تحالفات، تحالفات اذا كتحالف يأسس فتح. احنا نحكي عن كتل سياسيه، تحالفات مع باقي الاطراف، لا تحكي عن كتل سياسيه. الفتح جد مقاعدهم لا نحكي عن الاطار، اما الاطار في اطار تحالف، مو تحالف مو تحالف والاطار تنسيقي. الفائز في هذه الانتخابات هو التيار الصدري، واللي يمكن ان يعبر عنه فشل في تشكيل حكومه هو التحالف الثلاثي، واللي نجح في تثبيت وضع البلد وبناء اسس بناء الدوله هو الاطار، نجح في تشكيل ثلث داخل مجلس النواب، وهذا الثلث عطل كل مشاريع اللي كان يعتقد الاطار انها مشاريع ما تخدم البلد، منها التضييع موضوع الكتلة الأكبر، وجعل هذا العنوان عنوان ثانوي مو عنوان أساسي، وهذا احنا نعتبر ركيزة من ركائز بناء الديمقراطية في البلد ومشاركة الأطراف الأساسية في هذا البلد. أعتقد هذا
الإطار نجح به، وما نقدر نعبر عنه أن الإطار فشل في تشكيل حكومة. الإطار لم يسعى لتشكيل حكومة، الإطار سعى للملمة الوضع الوطني وتشكيل كتلة كبيرة والذهاب باتجاه تشكيل حكومة. الإطار نجح في هذه الخطوة، لكن الآخرين فشلوا في تشكيل حكومة وكانوا ذاهبين بدون الإطار لكنهم فشلوا. فهاي العبارة تطلق على الآخرين مو على الإطار، على الـ على الـ على الفائزين، على الفائزين فشلوا في تشكيل الحكومة. قيادات الإطار يقولون إحنا مو خاسرين، لا إحنا نقول من تقع علينا مسؤولية تشكيل حكومة، لكن إحنا لن نذهب في تشكيل حكومة إلا بوجود التيار الصدري حفاظا على المكون الشيعي. حضرتك يعني تتحدث باسم الإطار لو باسم الإعلامي، هو هذا اللي يقولوه قادة الإطار. الإطار ما لنا علاقة بشكل، بس إحنا شو نعبر عنهم اليوم؟ نعبر عن الكتلة الفائزة يعني ليش ما يأخذ زمام المبادرة ويبادر إلى تشكيل حكومة باعتباره هو الأكثر عددا من التيار الصدري؟ لا مو أكثر عددا، أنا قلت لك هذا تحالف، تحالف الشيعة، التحالف الشيعي جمع مع الإطار، ومو كلهم إطار ذولا، العدد اللي جمع الإطار مو كلهم إطار، إطار مبني على عدد من الكتل السياسية معروف أعداد مقاعدها وعددهم لا يتجاوز ما أدري 70 أو أقل من 70، لكن انضموا لهم آخرين وصل عددهم فوق 80، لكن واقع الحال الإطار عدده مختلف عن الرقم اللي حضرتك ذكرته. الرقم اللي ذكرته هو الإطار مع حلفاء من البيت كتحالف. الشيعي نعم من البيت الشيعي، لكن الإطار كإطار المكون من المؤسسات الخمسة يعني دولة القانون والفتح وتحالف قوى الدولة وعطاء، ماذا هو عطاء بعد اسمه تحالف السيد الفيال ما أعرف، هاي الكيانات الخمسة اللي تحالفت هي نتج عنها عدد رقم معين هو أقل من عدد التيار الصدري، لكن بإضافة الآخرين يصبح عدد أكثر من عدد التيار الصدري. احنا قلنا خلي نترك موضوع تشكيل الحكومة، يعني سواء الإطار أو الإطار وحلفائه، قالوا خلنا نترك موضوع مناقشة آليات تشكيل الحكومة، خلنا نجي إحنا والإطار تيار والإطار نوقع أننا الكتلة الأكبر باعتبار هذه، هذا اعتراض عليه التيار الصدري أي هذا اللي هي هاي استحقاق، هذا استحقاق المكون الأكبر أن نشكل الكتلة الأكبر. متى تنحل؟ ماكو حل بهذا الاتجاه، الحل شنو؟ بديل شنو؟ بديل اليوم يعني يكونوا يقبلون، ما عندنا غير ما عندنا زين. التيار الصدري دائما ما حاول استمالة مثل ما تقولون 40 نائب من المستقلين لتشكيل حكومة، التحالف الثلاثي واقف على 40 نائب مستقل. هذه روحة المستقلين إلى أربيل، هل من الممكن أن تفهم بأنها استمالة للمستقلين وإحنا قريبين على تشكيل حكومة والإطار رايح كله معارضة؟ لا استبعد، المستقلين أطلقوا مبادرتهم بشكل واضح للإعلام وعبروا عن مواقفهم بشكل واضح، وللآن جاي يعبروا عن مواقفهم أنهم قريبين من الطرفين وبعيدين عن الطرفين. قريبين من الطرفين هم يميلون أن ينجمع الطرفين ويذهبون باتجاه تشكيل الحكومة، وبعيدين في أي خندق يتخندق به الطرف الأول هم بعيدين عنه، لا يتخندقون مع الإطار ولا يتخندقون مع التيار، يحاولون أن يجمعوا ما بين الإطار، وحسنا فعلوا. يعني المستقلين اتخذوا موقف حقيقة موقف وطني وموقف حيادي، وإلى الآن هم يعني يسعون إلى لملمة الوضع، وأعتقد حتى زياراتهم سواء الأربيل أو غير أربيل ما هو الضير، يعني هم التقوا بسماعة هاي تفهم على أنه استمال من التحالف الثلاثي، ممكن يعلنون انضمامهم إلى التحالف الثلاثي باكر لو عقبه. التقوا بسماحة السيد الصدر سابقا، والتقوا بالإطار أكثر من مرة، والتقوا بدورة القانون على حدة، والتقوا بالمكون الكردي سواء كان ديمقراطي أو قبله كان مع جيل الجديد، ولديهم لقاءات متعددة. هو هذا العمل السياسي، يعني اليوم الكتلة أي كتلة نيابية عملها أساسي يرتكز على الحوار مع القوى السياسية الأخرى في داخل مجلس النواب، وهي خطوات طبيعية. اقتربوا عن من الاتحاد الثلاثي أو ما اقتربوا، اقتربوا من تشكيل الحكومة ممكن، ممكن وممكن لا أيضا. زين الله يساعد كل الأطراف السياسية على الإطار والتيار، خطية المستقلين ما يريدون يكونون جزء من هذا الخلاف ويأكدون ويصرون على ضرورة التقارب بينكم بين التيار. مو خلاف، خلاف سياسي لا ما يسمى خلاف، خلاف مو بعنوان خلاف. الديمقراطي والاتحاد كذلك هم داعمين إلى أنه تتوحد الرؤى ويخلصون من هذه العقدة، كذلك أطراف كبيرة من السيادة. شو هالخلاف هذا بين الإطار والتيار اللي كل الأطراف دا تدفعكم نحو التوافق وما تتوافقون؟ كل هذا مو يعني شو ما يصير خلاف، كل المبادرات اللي أطلقت باتجاه الإطار الإطار كان إيجابي معها، كل المبادرات ماكو مبادرة أطلقت باتجاه الإطار والإطار كان موقفه سلبي أبدا، كلها كان يتعاطى معها بشكل إيجابي ويرد عليها بشكل إيجابي. لكن كل المبادرات اللي إلى اليوم يمكن 11 مبادرة، واليوم اللي راح تصاغ خلال
ساعات اكو مبادره اخرى سوف تطلق من قبل الاطار هي الرقم 12 او 13 يصير. لكن كل المبادرات ما اجانا اي جواب، مره ما يجي جواب نهائي ومره يكون الجواب غير ايجابي. الاطار ما مو هو المشكله في حل الاستداد السياسي، انا اسمي استداد ما اسمي خلاف. ومو خلاف بين الاطار والتيار، هم اثنين هم المكون واحد من بيئه واحده وجمهورهم جمهور مشترك في نفس محافظاتهم ومشاكلهم واحده وتحدياتهم واحده، لكن اكو اختلاف بالمناهج. والانسداد السياسي اصبح في الرؤى والمشاريع السياسيه، وهذا حصل في كل انتخابات، بعد كل انتخابات تحصل هاي المشاكل، لكن هاي المره شويه طورت اكثر. يمكن اتذكر 2010 2014 هم بقى 7 اشهر او 8 اشهر، صحيح هاي يمكن شويه طولت. الظرف العام هم ما كان يسمح لهذا الانسداد، كان يفترض ان نسرع في يعني التفاهم وتشكيل حكومه. اعتقد الشعب كان ينتظر من يعني ما كان الشعب يتامل بعناوين سياسيه، تحالف اغلبيه وطنيه لو اغلبيه سياسيه لو توافقيه، ما يهمنا كلش الشعب هاي العناوين وهاي الشعارات السياسيه، ما كلش تهم، هاي تهم السياسيين والقاده السياسيين. المواطن يهمه الحقيقي، الهم الحقيقي توفير الخدمات، ايجاد فرص العمل. هذول شبابنا اللي بالشارع يطالبون، المحاضرين وغيرهم يطالبون بانصافهم، نفسوخ عقودهم. من هيئه الحشد الشعبي الى الان من 2017 الى الان ما ضمنهم ما ضمتهم الموازنه واكملوا مشروعهم. هذول اللي يهمهم هاي خدمات، خدمه، حكومه، فرص عمل، قوانين، موازنه. زي. اما هذا الشعارات اللي تطلق والله انا اريد حكومه اغلبيه سياسيه، لا انا ما اريد اغلبيه سياسيه، اريد اغلبيه وطنيه. هذاك الثاني يقول لا اريد توافقيه. ذاك لان عناوين هاي يهتم بها السياسيين، الشعب يهمه استقرار البلد، اعاده العراق الى موقع الحقيقي دول المنطقه ودول العالم، ان يكون العراق قوي مقتدر وقادر على مواجهه التحديات. تعالوا شوفوا لنا مشكله الازمه، ازمه المياه ومشاكلنا مع تركيا، شوفوا لنا ازمه المدارس وتسريب الاسئله يوميا، مسربين اسئله ومعيشين الطلبه بحاله نفسيه صعبه. شوفوا لنا الخريجين سنويا عشرات الالاف من خريجينا، وين فرص العمل، وين التنميه، زين. هذا الهم الحقيقي للشعب. زين انتم كنتوا من المعترضين على نتائج الانتخابات وتقولون بانه ما تم انصافنا وعندكم ملاحظات كثيره، لكن قبلتوا بقرار المحكمه الاتحاديه ومشت الامور. افتهم من هذا بانكم انتم هسه اليوم من المرحبين باعاده الانتخابات لكي يرجع الحق الى اصحابه. ليش معترضين على اعاده الانتخابات؟ ممكن تكون هي الحل وترجع الامور الى نصابها الصحيح، مثل ما قال السيد اياد علاوي، نشكل مفوضيه ونختارها ونرجع من جديد وناسس اساس صحيح للعمليه السياسيه. انا اعتقد مبادره السيد علاوي هي اشبه بمبادراتها السابقه. اذا ترجع للتاريخ شويه، في بعد كل انتخابات يكون فيها أصوات قليلة ومقاعد قليلة، كان يبادر إلى مبادرة إنقاذ وطن، إنقاذ يعني تشكيل حكومة إنقاذ وطني. هذه طبعا نفسها بس ما ذكر عبارة الإنقاذ الوطني، هي هاي حكومة إنقاذ وطني هاي اللي كان نفس مشروع السابق اللي كان يطرحه في كل انتخابات. يعني خسران يعني؟ يعني هسه ما أدري، كل انتخابات يصير بها مشاكل وتكون مقاعد قليلة يطلق هاي المبادرة، بس كان يقول أدعو إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني وتعطيل الدستور وإيقاف المدري شنو. تصريحاتنا متعودين عليها، لكن أما ليش موقفنا إحنا مو مع إعادة الانتخابات؟ يعني أعتقد تجاوبت من خلال سؤالك، أنتم أكثر الخاسرين، ليش ما ترحبون؟ ليش ما ترحبون إذا ما بها إذا ما تشوفون بها حل البرلمان؟ إذا إحنا ما نشوف بها حل، إذا إحنا ما نشوف بها حل، وإلا إحنا خاسرين في الانتخابات ومن أقوى الخاسرين في هذه الانتخابات. متضررين خلي أقول. لا خاسرين زي. في هذه الانتخابات ومن أقوى الخاسرين ومن أقوى المستهدفين في هذه الانتخابات، وعندنا أدلة. عندنا أدلة على طريقة استهدافنا. مو دليل واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة، عندنا أدلة كثيرة على استهداف مرشحينا في كل الدوائر الانتخابية. لكن ليش ما شجع على إعادة الانتخابات؟ لأن ما أشوف بها حل ولا أشوف بها مصلحة للبلد. طيب وهي من مصلحتنا عادة الانتخابات، لكن ليس فيها مصلحة. ريبين تأخرنا عليه لأن هو عنده مشكلة كان بسكايب. حياك الله ويانا أستاذ ريبين، شرفتنا في برنامج المسافة الصفر. أستاذ ريبين، اليوم المستقلين في أربيل إيش دا يسوون المستقلين بأربيل؟ دا تستميلوهم كتحالف ثلاثي لتشكيل حكومة في مقابل أنه يروح الإطار التنسيقي إلى المعارضة؟ شو تمخذ عن هذه اللقاءات، لقاءات المستقلين النواب السيد مسعود برزاني؟ كيف تفهم؟ شلون تحللها؟ شباب الصوت مو واضح.
دكتور ريبين ما اعرف تسمعني بشكل واضح، عندك مشكله بالصوت، لو تضبط لنا بس الصوت، صوت جنابك ما اعرف، المايك بعيد عنك او هيك شيء، ما اسمعك، ما اسمعك استاذ ريبين. صوتك ضعيف استاذ ريبين، صوتك ضعيف، صوت ضعيف عندك. خليني ارجع للاستاذ حسن وشباب من يجهز انطوني خبر على مود ارجع للاستاذ ريبين. طيب برايك الحل يكمن في تقارب الاطار والتيار؟ لو ممكن يكون الحل عن طريق المستقلين، ممكن تكون حكومه يشكلها المستقلين او حكومه تكون من التحالف الثلاثي، لو هو الحل لا، هو الحل هو هذا قدر العراق، لازم حكومه توافقيه ولازم يتحالف الاطار والتيار، ولا بدونه ماكو حكومه. يعني هذا انا افهم من حديثك انه اذا الاطار خارج معادله تشكيل حكومه هاي مو حكومه توافقيه، واذا اجى الاطار صارت حكومه توافقيه. ايش تقول، صحيح هذا الكلام؟ زين، بدون الاطار ماكو توافق. بس من رخصتك، السنه كلهم موجودين بالحكومه، الكرد كلهم موجودين بالحكومه. هو هذا يقول لكم يا خطي، يعني بس الشيعه اذا اجوا الاطار صارت حكومه توافقيه، واذا طلعوا الاطار صارت حكومه هاي فهمهم هم هيك يفسروها. اذا هذا التفسير، هذا التفسير ناقص او قاصر، تفسير قاصر. اما ان تكون حكومه اغلبيه وطنيه بالفعل، واحنا هذا مشروعنا وهذا ما طالبنا به وندعو اليه ونشجع عليه، وحتى وان كنا خارج هذه التشكيله الاغلبيه وطنيه، لكن ان يستبعد بشكل تعسفي. يعني هاي اقصائيه مو توافقيه بمشكله، ما تسمى، ما تسمى. خلي ارجع للاستاذ ريبين وارجع لك مره ثانيه استاذ حسن. استاذ ريبين تسمعني بشكل واضح الان؟ نعم جنابك، اتمنى صوتي واضح. حياك الله، صوتك وصورتك واضحه. شلونك استاذ ريبين؟ شو يسوون المستقلين باربيل؟ يشربون لبن اربيل؟ تحالفات انتم ياهم والامور زينه؟ انتم بدال ما تكونون طرف في حل المشكله بين الاطار والتيار، ده تستميلون المستقلين لتشكيل حكومه، وبالتالي هذا يعمق الخلاف. طبعا مره اخرى تحياتي لجناب المحترم وضيفك الكريم وكافه المشاهدين. بالعكس، اربيل مثل جميع الكابينات الوزاريه السابقه يلعب دور تقارب وجهات النظر لاسباب. اولا، السبب الاول هي في اقليم كردستان هناك عملية تصفير للنزاعات الموجودة في إقليم، لأنه لدينا سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية، وهناك عملية ديمقراطية كل 4 سنوات يتم. لا توجد هذا الخلاف الشاسع والكبير في طاولة التفاوض في بغداد. المفترض يكون هكذا إذا أحزاب أخرى لا يقومون بمزايدة وفرض مصالح حزبية. فسيد الرئيس مسعود البارزاني دوره معروف، يعني في جميع الكابينات الوزارية تقارب وجهات النظر هو دور سيد الرئيس مسعود البارزاني، لأنه لا أحد يستفيد من هذا الانسداد السياسي، لأنه إذا استمرنا بهذه الحالة لا نستطيع. ضيفك الكريم أشار إلى عدة مشاكل ومسائل وملفات مهمة جدا، أكثر من إنشاء الحكومة يجب أن يكون هناك حكومة قوية وثابتة حتى يستطيع يقوم بمواجهة هذه المشاكل، مثل مشكلة المياه والجفاف، مشكلة الأمن الغذائي، مشكلة الأمن الطبيعي الذي يتعرض لها العراقيين من هجمات غير مقبولة من قبل جماعات إرهابية. فهذه المسائل أهم وأكبر من أنه من يكون يتولى رئاسة. زين استاذ ريبين، بس جاوبني الله يخليك على سؤالي. هذه الاجتماعات وهذه اللقاءات مع النواب المستقلين هي لاستمالتهم على الانضمام للتحالف الثلاثي والقضاء على هاي المشاكل اللي أشرتها جنابك وتشكيل الحكومة، أقدر هيك أقول؟ ليس لجهة معينة، ولكن حتى لجذب نبض المستقلين هم الآن يستطيعون أن يحسموا المعركة بصراحة. وشعب العراقي في يوم 10/10 يعني دخل المستقلين إلى العملية السياسية والبرلمان العراقي حتى يمثلوا إرادة الشعب العراقي. نحن لماذا عملنا انتخابات مبكرة؟ حتى الشعب يرضى، يعني إذا وهذه النسبة المختلطة للعملية السياسية من المستقلين يجب أن يمثلوا إرادة الشعب الغاضب
أي عدم تكرار السيناريو الماضية. يعني نحن إذا قمنا بتكرار نفس الحالة قبل 2018 يعني ما عملنا شيء. يعني دماء 800 شاب وشابة راح السودان. لماذا؟ لأنه إذا أنت تعيد تشكيلة المخاصصة والمحاصصة وتوزيع المناصب وأسكت لي وأسكت لك والفساد يستمر والحكومة يكون أيضا حكومة يعني بتوافقية مثل ما كانت بعد 2003 لحد يومنا هذا، فما عملنا شيء. أصحاب أهالي الشهداء الآن أمام شاشتكم الموقر، ماذا هو شعورهم إذا يتم استاذ ريبين؟ استاذ ريبين هسه استاذ حسن قبل قليل حكاية مهمة، قال لك شنو نبذ التوافقية؟ شنو نبذ التوافقية؟ من يشاركون الأكراد ويشاركون السنة ويشاركون الشيعة، شنو نبذ التوافقية؟ هذه جوهر التوافقية، هذه توافقية إقصائية، ماكو هيك أغلبية. الأغلبية أنه يشكلها حزب جهة معينة، بس مو الكل يشارك بها على حساب خطية الإطار التنسيقي. فهذه مو أغلبية، هذه إقصائية، توافقية إقصائية. مع العلم يعني كلام جميل. نحن الآن كلنا نفسر الحالة المشوهة المعوقة الذي يمر بها العراق بصراحة، لأنه عندما نتحدث عن توافق وتوازن والمشاركة نحن نفصل الديمقراطية. يعني إذا كنا ديمقراطيين وشعب يعني الحالة الديمقراطية كان يعيش فيها الحالة السياسية في العراق، ما كنا نحتاج إلى تفصيلة هذه حكومة توافقية أو أغلبية. بالعكس يعني العراق عندما تحول، المشكلة الأساسية لا تعود إلى اليوم، تعود إلى تحويل العراق من دولة موحدة إلى دولة اتحادية بشكل هناك ثلاثة ركائز يقف عليها أي دولة أو أي كيان سياسي، حالة يعني ركيزة اجتماعية اقتصادية سياسية. نحن في الحالة الاجتماعية والاقتصادية لا، ما وصلنا إلى الديمقراطية، جابوا لنا ديمقراطية سياسية وصناديق اقتراع بين ليلة وضحاها، قالوا تعالوا مارسوا الديمقراطية في 2003 بين ليلة وضحاها. ولكن الحالة الطبيعية للوصول إلى الديمقراطية هناك مرحلة اسمها مرحلة الوصول إلى الديمقراطية، أول مرحلة الانتخابات الدول أمريكا اللاتينية، أرجنتين، دولة أرجنتين بين اللاديمقراطية وبين الديمقراطية مرت بمرحلة 60 سنة اسمها مرحلة الانتقالية إلى الديمقراطية، بحيث حالة الاجتماعية والاقتصادية صارت ديمقراطية ويدفع الحالة السياسية يكون ديمقراطيا وليس بالعكس. العراق استاذ ريدين اقتصاد ريعي، مجتمع لا متمتع بالديمقراطية ولكن نعيش حالة ديمقراطية سياسية اسمها فوضى، هذا ليس طيب. الحالة الديمقراطية، لذلك نحن ريبين. نتعرض إلى هذه المشاكل والتفكيرات. أفهم مقارناتك بالدول الديمقراطية و التنظير اللي نظره جماعة التحالف الثلاثي من أجل الوصول إلى الديمقراطية المثالية. واي ناس تقول إيش وقت يفهم السيد مسعود برزاني؟ إيش وقت يفهم بعد 7 أشهر معقولة ما فهم بأنه ما تصير حكومة بدون وجود الإطار التنسيقي؟ ما تصير، كافي 7 أشهر ما تصير حكومة. هذا كله لف ودوران حول المشكلة، هذا مو علاج للمشكلة. ما فهم الحزب الديمقراطي الكردستاني بأنه يا أخوان لا تتشكل حكومة بدون وجود الإطار التنسيقي؟ ما فهم لحد الآن. وهذا كلامنا، هذا كلامنا، وهذا مبادرة السيد الرئيس مسعود البارزاني. ولا تصور في النخبة السياسية الآن يوجد شخص يفهم الوضع العراقي مثل السيد الرئيس مسعود البارزاني. الرجل قضى 60 سنة من عمره في هذا المجال، ولذلك نحن نفهم جد يعني بصورة واضحة جدا بأن العمق الاستراتيجي لإقليم كردستان هو بغداد، واستقرار أربيل تأتي بعد استقرار بغداد، ازدهار إقليم كردستان تأتي بعد ازدهار العراق، ونحن توجهنا بهذا التوجه. لذلك اليوم الدليل، لا دليل سوينا استفتاء. لماذا سوينا استفتاء؟ زين مركز وياك دليل سويت استفتاء وتجد تفصل عن بغداد. هذا عمق، هذا عمقكم.
لا لا، العمق الاستراتيجي شيء والاستفتاء شيء. نحن قبل الاستفتاء كان مقطوع منك قوتك، تحارب أشرس أنواع الإرهاب بجيوب فاضية، تقطع مني ميزانيتي من 2014 ل18 أحارب داعش، ولكن ثلاث سنوات أي موظف في نينوى تحت إيد الداعش لا يتأخر ثلاث ساعات رواتبه، ولكن أنا عاقب كمواطن لأنني لماذا أهرب مثلا؟ يعني تهرب نفط وما تطلب مثلا. ممتاز، هل داعش ما كان يهرب النفط؟ ليش هم موظفين ولكن إحنا مو موظفين؟ يعني النظام الإقليم أشرس وأخطر على بغداد من الداعش؟ هل يعقل هذا؟ مع العلم إحنا ما بعنا ولا برميل نفط، الكل يدري والدلائل موجودة. يعني في 2013 تم قطع ميزانية إقليم كردستان وإحنا ما بايعين نفط. طيب هسه هذا حديث، هذا حديث ذو شجون، ذو شجون هذا الحديث، يجرنا الى هواي نقاشات. لا بالعكس، هي ما تهم الوضع الحالي. هو احنا نسينا والجماعه هم نسوا. هسه هو الجماعه هم نسوا يوميه جايكم الاربعاء. لا لا، ضيفك الكريم ذكر استفتاء، لذلك احنا حكينا. ولا ليش هذا التمرد الكبير من قبل خصوصا الحزب الديمقراطي الكردستاني من قبل الاقليم على قرارات المحكمه الاتحاديه؟ لا تعلمون لانه المحكمه الاتحاديه القرارات غير دستورية. الرجاء خلينا لا تقوّد. لا لا لا، أبدا 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 أبدا. لا هو دا أستفهم من يعني عفوا. أنا مو هذا السلوب، تعرفني كل زين. يعني جدا أفتخر لما أطلع ويا جنابك. حبيبي أشكرك. وأنا كذلك، الله يشهد. وأنبسط، الله شاهد. يعني أشكرك شهادة. إنها يعني تبادل آراء. صحيح. إذا أنا غلطان. قرارات المحكمة الاتحادية يقولوا لك قرارات دستورية. نعم. ما قابلين الجماعة اليوم رادوا يعيدون الانتخابات، تضرروا في سبيل القبول بقرارات وعدم التشكيك بقرارات المحكمة الاتحادية. ليش هاي؟ لماذا؟ ليش هذا التمرد على قرارات المحكمة الاتحادية؟ لا مو قراراته يكون ضد الدستور، أنا تمرد عليه طبعا. قرار هو العالم ما يطبقوا آيات القرآن. إذا إعلان يعني هم شنو؟ إذا أنت تخالف الدستور، تخالف القانون، تخالف العدالة، تخالف المنطق، فوقها أقول والله أني راضي عليها، ما يصير يجي. محكمة الدستورية المثالية في أمريكا هاي سوبريم كور، صدر قرار لي جورج واشنطن الابن ب منطقيا لم يتم هذا القدسيه لقرار او اي مثلا اتفاق اذا كان مخالفا للشرعيه، مخالفا للعداله. اثبت لك بمثال بسيط. يعني اشكر سعه صدرك وسعه صدر ضيفك الكريم والمشاهدين فيها. مخالف للدستور يكون هذا القرار، لماذا أنا أقدسه؟ لماذا؟ مادة 115. الصوت مو واضح أستاذ ريبينا، خلي يعني إحنا صوتك مو واضح مع الأسف. لا إله إنا كفر، ولكن يجب أن نكمل، يجب أن نكمل النص. لا إله إلا الله، مادة 115 تقول إذا لا توجد قانون صادر لموضوع ما يفضل قوانين الأقاليم. ونحن صدرنا قانون الغاز الطبيعي والنفط رقم 22 منذ 2007. لماذا تيجي تقول يعني هو بالمركز لا توجد قانون الغاز والنفط؟ هذا أولا. مادة 115 من الدستور بموجبه نحن صدرنا قانون، وهذا مخالف. إذا أنت تصدر قانون تمنعني من هذا القانون، هذا أولا. ثانيا، مادة 112 تفسيرها يقول الآبار النفطية الحالية يتم إدارتها بصورة مشاركة بين المركز والإقليم، ولكن بعد الحالية يعني بعد 2005. وأنا ما أعرف عربي مثلكم وإحنا نفهمها، ليش ما بيفهموا العالم؟ ما أعرف. نفهمها كلش زين نفهمها. بعد الحالية شنو صار؟ بعد الحالية يتم إدارتها من قبل الإقليم. هذا المادة الثانية، مادة 112 ومادة 115 من الدستور. هذا الدعوة اللي هم قاموا بإصدار القرار فيها أستاذ الفاضل حركت في سنة 2012، 10 سنوات قبل هسه. أكو دعوة حاطط مثلا دعاوي في رفوف خلال ساعة واحدة يصدر قرار فيها 10 سنوات. زين أستاذ ريبين، على مدرجع الأستاذ حسن، بس خلي أسألك هذا السؤال وأخذ الإجابة منك باختصار لو سمحت.
تقفون ضد قرارات المحكمة الاتحادية الغير دستورية؟ أي الغير دستورية، وقضاءكم يتمرد على المحكمة الاتحادية بسبب قرارات الغير دستورية، وتقفون مع التيار ضد الإطار، وتخلقون معادلات جديدة بالعملية السياسية، هذا كله دليل على عمق الفجوة بينكم وبين الأحزاب العربية، بين أحزاب بغداد. فبالتالي من غير الممكن أنه تشكل حكومة، والسبب يعتبر كثيرون هو بسبب حزب الديمقراط الكردستاني، مو حزب الاتحاد الوطني ولا باقي الأحزاب الكردية. تفضل. حزب الديمقراطي الكردستاني حاصل على نصف أصوات كردستان، وبقية جميع الأحزاب حاصلين على نصف الثاني. 45 مقعد عنده في إقليم كردستان بتزويرات يمك أستاذ، تزويرات مو يمنا، تزويرات يمك بالتزوير. هذا الاتهام بالتزوير. احنا نقول تزوير، يعني المحكمة الاتحادية يقول لا صعب. هذا حكيك ما التزوير، احنا مهم عدم احترام القضاء. هذا خارج السياق. احنا نقول بالتزوير وانتم تقولون لا مو بالتزوير. مين يفصل بين المحكمة الاتحادية عليهم بالمحكمة الاتحادية؟ المحكمة الاتحادية اللي انتم تقولون انا مو دستورية، هي تقول بالتزويرات مو مزورة. اذا كان بالتزويرات كان اكو مظاهرات مثلك، ما حدا راضي عنك، انت اصلا نظامك السياسي مرفوض. يعني رضي تظاهر شعلي خطيه، هو مو نظام السياسي، هذا نظامكم كلكم أصلاً سياسي. اصلا يا استاذ احنا بشكل علمي نحاول نفسر الموضوع. احنا لا نحب بانه يستمر العراق بهذه الحاله، ونريد بان يفكه. وسيد الرئيس مسعود البارزاني هو اللي بادر، وهو اللي نظم بيت السني، ويحاول كان ان ينظم بيت الشيعي، ولكن بسبب ولاءاتكم الخارجيه الخارج عن المصلحة العراقية لا تستطيع. من تقصد؟ لا 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 استاذ ريبين، استاذ ريبين من ذول الولايات الخارجية؟ قال استاذ اتهام مفتوح. اذا كان قرار عراقي، اذا كان جميع العراقيين هسه هو من القرار مو عراقي وجميع الاحزاب قرار عراقي صرف باشري تسوي حكومة، ولكن اني قرارك مو بيدك، شنو اتفق معك؟ و17 سنة اني متفق معك، شنو استفدت؟ يعني هسه انت اعترافكم لا استاذ ريبين، خلي نثبت هاي النقاط المهمة بالحوار. يعني هسه انتم اختلافكم مع الاطار التنسيقي لانه قراراته مو عراقية. من تركيا احنا قراراتنا، ومن الامارات. اولا لسبب الرئيسي الكرد يهمه ماذا؟ 140 منطقة متنازع عليها. اني ويا جنابك والضيف الكريم متنازعين على قاع ارض لا احزاب ولا عراق ولا سياسة. 50% ممكن أكون أنا صاحب هذا الأرض، و 50% أستاذ نجم بجهة واحدة وتخلي فيها حكم عسكري لحد الآن، ومحافظة محافظ مؤقت، ويقوم بتغيير الأنثروبولوجي. 32 عائلة قبورهم بساعة واحدة غيروها على كركوك، شو نتفق معك؟ انت ماذا 140 يهمه الكرد؟ زين خلي ارجع لاستاذ حسن، تاخرت علي. زين ارجع لك استاذ ريبين، ارجع لك. خلي اروح لاستاذ حسن. استاذي بس زين. 30 ثانيه وحياه الله. باختصار 31 تفضل. مو احنا نطبق الدستور ونريد دستور وعلوية الدستور والشرعيه. 31/12/2007 يقول لك ثلاث مراحل لماذا 140 تطبيع احصاء استفتاء يجب ان يتم في هذه المناطق لحد، ومنو الملتزم يقوم بهذه المسألة؟ بغداد الدولة المركز لن تقوم بها هذا، وتيجي تحتل الأرض في 16 أكتوبر 2017. هاي مشاكل عندكم بين بغداد وأربيل، هاي شون هذا ما ينح... هاي مو بين الإطار مين؟ هذا أنت ليش الشخص المسألة أنت ليش تعصب الإطار، تعصب هذه المشاكل برأس الإطار يا أستاذ ريبين؟ لأنه ليش تستخدم الخلافات السياسية وتجيرها ضد جهة سياسية دون غيرها؟ طيب منو الموجود بين الحكومة؟ أنتم متحالفين وياهم يا أستاذ ريبين. الإطار جزء كبير من عنده كان معارضة في حكومات عديدة، صحيح، والتيار طول عمره يميني مختلف. مشارك في هذه الحكومات. طيب. يا استاذ ريبين شنو قالوا؟ اي صح انتم متحالفين ويا التيار، انتم هذه المشاكل لا تحكون بها. طبعا كردي شعليهم اطار بهذه المشاكل. اكو مشاركه اشتراك يعني. هسه زعل علي الاستاذ حسن، خل ارجع لعمق قسم الوقت بيناتكم. صحيح خليني سؤالك، مو اخذنا من وقت هواي، خل ارجع لك على مود الحق ارجع لك مره ثانيه حتى اقول شغله. كردي السنه ما كان عندهم ايد بالحكومه، اذا عنده ايد السنه كان يعمل بيوتها، والكرد كان يطبق ماده 140. هذا الدليل على انه زين 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 خليني ارجع. وليس اشتراك، منذ زمن الملكي يوجد كردي وزير، زمن صدام حسين كان كردي وزير، يعني بس مو ايده شيء.
زين خلي ارجع الاستاذ حسن، مثل ما يقول قرارات المحكمه الاتحاديه هسه مو قرارات قرانيه تتعارض ويا الدستور، ممكن تفسيراتهم تفسيرات الدستوريه تقول قرارات المحكمه الاتحاديه مو صحيحه، من حقهم يعترضون. ارد علي بدون سؤال، احنا مو نظام ديمقراطي ونظام. انا ما بقى عندي وقت فلازم اغادر واعتذر، وتحيه لضيفكم العزيز استاذ ريبين على راسي، حديث هوايه كان اتمنى عندي وقت ارد علي كلهم يعني. تفضل بس تفضل، ما عندي وقت. لا ما عندي وقت. يلا عندك وقت. عندك بعد بعد لا ما عندي وقت. طبعا الحزب الديمقراطي مع الاسف في ما بعد هذه الانتخابات مارس دور سلبي جدا في الساحه الشيعيه، وهذا الدور مشخص واضح عندنا وعندنا ادله به، وهذا ما ممكن يمر هيك يعني يمشي. هم مارسوا دور سلبي والى الان طبعا يمارسون. من هو الحزب الديمقراطي؟ نعم الحزب الديمقراطي والسيد مسعود برزاني مارس دور سلبي في داخل البيت الشيعي والساحه الشيعيه، والى الان يمارس هذا الدور السلبي من الحزب الديمقراطي بالتحديد. حلفاء الشيعة، حلفاء الاطار هم التيار العفو. انا الى الان كلامه واضح، ما يحتاج له يعني تاويل ولا تفسير. في موضوع المحكمه الاتحاديه، قرارات المحكمه الاتحاديه اليوم كل دول العالم لما تختلف الاطراف، اليوم انا اختلفت مع اي طرف اخر في تفسير الماده الدستوريه، لمن اروح؟ اروح للحزب الديمقراطي يفسر لي حتى يقول هاي دستوريه او غير دستوريه؟ لمن اروح؟ اروح المحكمه الاتحاديه. تسمى في بعض الدول المحكمه الدستوريه، وتسمى في بعض الدول الهيئه الدستوريه، وفي لبنان يسمى المجلس الدستوري. كل دول العالم لما تتخاصم المؤسسات الرسميه او تتخاصم القوى السياسيه تذهب الى جهه اعلى من الجميع، صح، تنظر بها وتقول هذه تفصل بها. لا لا السبريم كورت يقول حتى هاي قرارات هل يفترضون تفصل بها؟ اي بعض الدول منضيه صلاحيات الرئيس الجمهوريه او غيره، احنا في دستور العراق اللي صوت عليه اقليم كردستان منح هذه الصلاحيات الحصريه الى المحكمه الدستوريه. والحزب الديمقراطي من الذين صوتوا على اعضاء المحكمه الاتحاديه، ومن الذين صوتوا على قانون المحكمه الاتحاديه. لا والمحكمه الاتحاديه من لا 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 صادقت على نتائج الانتخابات، لكن لما تضررت مصالحهم ولما وصلت القضيه الى قضيه مصلحتهم اللي من 2007 منظورها المحكمه الاتحاديه قضيه تصدير النفط او تهريب النفط، لكن مع الاسف اتهموا اهم مؤسسه دستوريه حفظت النظام السياسي طيلة السنوات السابقه، اتهموا بهذه الاتهامات مع الاسف. طبعا يعتقدون انه يستقون بحلفائهم حتى على المحكمه الاتحاديه، وهذا هم واهمين. انا ما عندي وقت كلش اعلق هوايه، واهمين. وعلى فكرتك الايام القريبه راح تثبت لهم ان ارتكبوا خطا كبير في طعنهم بهذه المحكمه الدستوريه. اما موضوع النفط فتهريب النفط في اقليم كردستان مو هسه، مو جديد، رسميا من 2013 رسميا، اما غير رسميا من بدايه 2003 تهريب النفط بشكل غير رسمي وغير قانوني. ثم في 2014 اواخر 2014 بعد احتلال داعش لبعض مناطق كركوك والموصل استولت محتل قوات اقليم كردستان داعش بالقوه على ابار النفط، وبدات تصدر نفط خلاف الدستور، والدعوه مقامه على اقليم كردستان في 2017 في حكومه السيد حيدر العبادي، اقام دعوه بالمحاكم الدوليه على اقليم كردستان انها تهرب النفط خلاف راي الحكومه، وقعدوا وتفاوضوا سياسيا قالوا اجلوا المحكمه قرار المحكمه واحنا مستعدين نجي نتفاوض وياكم. وطبعا التفاوض هو كان دائما انا اقوله حتى في مجلس النواب تحكي تفاوض اربيل مع بغداد للتسويف وكسب الوقت لا اكثر، لا اكثر ولا اقل، للتسويف فقط. شنو الاستفاد؟ التهريب النفط الى الان مستمر خلاف القانون خلاف الدستور، ويجب ان يتوقف، ماكو حل، لازم يتوقف تهريب النفط. هذا حكي عام، يجب ان يسلم الاقليم عائدات النفط حاله حال البصره، مو انت تهرب نفطك وتبيعه بكيفك. لا توجد مقارنه تاخذ من حصه البصره على اساس هنا المشكله، من حصه نفطنا من حصه حتى ايراداتنا الداخليه يجي هذه العقليه لازم. ارجع لك هذا الكلام، هذا الكلام غير مقبول. ارجع لك واعتقد قانون الامن الغذائي مع الاسف اخواننا ايضا يردون يجون يطون، هو الوفره الماليه صارت بالعراق بسبب ارتفاع اسعار النفط وارتفاع اسعار النفط على كل النفط العراق. طبعا ليش اجي اخذ اقسم بس الاموال اللي جايه من ابار النفط اللي من المناطق الوسطى والجنوب؟ ليش ما في كردستان على هذا مع الاسف هذا الكيل بمكيالين، والدوله مع الاسف العوره اللي تنظر للامور بعين واحده اعتقد هي السبب الاساسي في تدهور هذا. زين لكن حسن على مود قانون الامن الغذائي هذا موضوع كلش مهم، يعني برايك شنو هي الجهات اللي هي
لتمشي هذا القانون للمصالح لارضاء الحزب الديمقراطي. هذا قانون الامن الغذائي كبيره ترضي الحزب الديمقراطي، قانون الامن الغذائي لارضاء الحزب الديمقراطي وابقائه في التحالف الثلاثي. عجيب. لارضاء الحزب الديمقراطي وابقائه بالتحالف الثلاثي، لان ما عندهم خيار اخر، وهاي الاموال موزعه ما بين الاطراف هذه. مع الاسف كان يفترض ان التحالف الثلاثي ينهج منهج دستوري وقانوني وياتي بقانون الموازنه ويقرر داخل مجلس النواب. ليش من كل الشعب العراقي؟ ليش جايبين قانون الامن الغذائي ملغوم ومشبوه وعليه كثير من الملاحظات؟ هذا حكي خلوهم محل خلاف. ليش؟ يخشون من قانون المحكمه الاتحاديه، يمشي امور الناس، ينهض بالبطاقه التموينيه، يوفر ما اعرف من 80 90 ميجا وات. قانون الامن الغذائي ليش مو قانون موازنه؟ شنو هالبدعه هاي؟ شنو هالبدعه هاي الجديده؟ هو اجراء نص الموازنه ممكن انتم تعترضون عليه، لكن مو لخدمه الحزب الديمقراطي، خدمه حزب. اقول شنو هذه البدعه الجديده؟ قانون امن غذائي بدل قانون الموازنه، شنو هالبدعه هاي؟ ليش؟ قانون الموازنه قانون مفصل وبابواب قانونيه ودستوريه، والمحكمه ووزاره الماليه هي اللي تعده مع وزاره التخطيط مع مجلس النواب واللجنه الماليه، وفي اليات دستوريه وقانونيه للرقابه. حتى ديوان الرقابه الماليه يسهل عليه مراقبه الاموال اين تذهب، حركه الاموال يقدر يراقبها. طيب. لكن في ظل قانون الامن الغذائي الملغوم، هاي كل الاليات غير واضحه، وحتى ديوان الرقابه الماليه غير قادر على متابعتها. هذا القانون الملغوم استاذ ريبين، والله ارجع لك وانطيك الوقت الكافي، بعد عندنا ترى وقت عندنا. طيب هذا القانون الملغوم اللي هو اصلا رفض من الناحيه القانونيه، مو المحكمه الاتحاديه كان لها راي به، شلون اللجنه الماليه اليوم ترسله الى رئاسه البرلمان؟ هو هاي اللي صوتوا عليه التحالف الثلاثي داخل اللجنه الماليه، شكلوا اغلبيه صوتوا عليه ودزوا الرئاسه. طيب. بالرغم من قرار المحكمه الاتحاديه. زين ايش تفسر هذا؟ هم عدم اعتراف بالمحكمه الاتحاديه، وهم يعتبر هذا التصويت غير دستوري؟ ربما يطعن به في المحكمه الاتحاديه ويرد هذا القانون بشكل كامل، ربما ما اتاكد. ارجع لك انت تروح ليش؟ مو متفقين ساعه؟ لا اعتذر والله، متفقين 45. يعني هسه صار عندك ظرف؟ لو متفق ويا ابو العلاقات ساعه. نعم 45 ساعه. شكرا جزيلا لك استاذ حسن، تقدر تتفضل اذا شكرا لسعاد صدرك. شكرا لجنابك. ارجع لك استاذ ريبين، يعني مثل ما يقول لك انه حتى هذا قانون الامن الغذائي قانون ملغوم، يعني انت تتشارك ويا حكومه بغداد بالفائض النفطي الموجود عندنا، بس ما نعرف تفاصيل فائضك النفطي ولا نعرف تفاصيل تصديرك للنفط من خلال الاقليم، فبالتالي هذا القانون هو لصالح الاقليم على حساب المركز اصلا. طبعا الديمقراطيه الكردستاني والاقليم، الان نحن اليوم اكو وفد رفيع المستوى في الرقابه الماليه، اجتمعوا يعني الرقابه الماليه كردستان وبغداد الان اتفقوا بان جميع الملفات يتم تفحص فيها، ويتم حتى المصادر الماليه غير النفطيه معزومين الاخوان في الرقابه الماليه الى اقليم كردستان الاسبوع القادم، ياتون الى جميع الملفات الموجوده والابواب والشبابيك والسيطرات مفتوحه امامهم ومفروشه بالورد، حلي يجوا يشوفوا واردات اقليم كردستان النفطيه والغير نفطيه، نتحاسب على هاي تصفيه حسابات مثل ما كان موجود في فقره عاشره ماده العاشره من ميزانيه 2019 فقرة جيم تقول على الرقابة المالية في مركز أن يصفي الديون المتراكمة للسنين السابقة، وإقليم كردستان يقوم بالتزاماته أيضا، فجميع الأعذار يتم يعني يتبخر جميع هذه الأعذار الذي كان به جماعات فاسدة. يا أستاذ نشوال، الآن معقولة 20 تريليون بصرة يكون من 5% من جميع النفط اللي ينباع، كل برميل نفط بموجب قانون يجب أن يكون المحافظة مستفيد منها. طيب واردات البصرة يجي لجيب إقليم كردستان وأربيل ولو بالمركز؟ بالمركز هم بايقين 20 تريليون حقوق بصرة. يعني هذا من جانب، أنت أنا شنو ذنبي أنت ما مسوي خدمات لمحافظاتك؟ طيب. إقليم كردستان بجميع التقارير في مالية إقليم كردستان والمركز 5% واصل، 5% واصل لإقليم كردستان. أستاذ ريبين، الناس عندها قناعة 95% ينباقت. زين خلي في حساباتك أستاذ ريبين، خلي في حساباتك بأنه الناس عندها قناعة بأنه الأحزاب المشاركة في السلطة التشريعية والتنفيذية في العراق وفي بغداد وفي إقليم كردستان
كلها مشتركة في هذه الفوضى وفي هذا الفساد اللي نشهده من 2003 لحد الآن، من ضمنها الحزب الديمقراطي. فبالتالي الكلام عن الفساد في هذه الفترة السابقة والفساد في الفترة الحالية هذا كلام ما يودينا إلى نتيجة، ولا ضيف في بغداد راح يتفق وياك على هذه الجزئية. لكن كتلة رئيسة استاذ ريبين، رئيسة كتلة الجيل الجديد تقول مو من حق الإقليم يعترض على قرارات المحكمة الاتحادية، لأن السلطة القضائية والمحاكم في كردستان حزبية وغير دستورية وغير قانونية، ويتم تعيين أعضائها من قبل الحزبين. شو تعلق؟ إذا جيها من حضرتك واحد من تحالف من الإطار تقول هكذا لنفسه، هل تصدقه؟ هل تعتبر هذا الكلام وطني؟ يعني هسه ما في غلط، يعني سبحانه وتعالى نازل وحي وكله ماشي مضبوط. يعني إذا جيها من الإطار التنسيقي تيجي عضوة في البرلمان مثلا تيجي تحكي على نفسه ويقول هذا عراق والله كل مؤسساته فساد، هسه ماكو فساد في كردستان ما في فساد، صح. يعني ما أنكر في 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 أمريكا في فساد، ولكن هل يوجد محاولة لمكافحة الفساد أو لا؟ هل يوجد محاولة لأكل مال الشعب أكثر فأكثر أو لا؟ هذا هو بيت القصيدة. في كردستان هناك محاولة لمحاربة الفساد، وقاموا بأشواط جدا واسعة، لأنه الفساد يأكل رأس السلطة نفسها. نحن في مقدمة ابن خلدون أستاذي الفاضل تقول كل سلطة يمر بأربع أعمار أجيال، 25 سنة 25 سنة 25 سنة. الجيل الأول جيل ثوري، يجي نظيف، ينزل من الريف، ينزل من الجبل، يحكم البلد. هذا الجيل يعرف بأنه بدمه وبدمائه وبتضحيات كبيرة وصل للسلطة ولا تكون فاسد. يمر جيل الثاني يخف هذه الفكرة، جيل الثالث أقل. يعني إحنا علميا نحاول أن نحل الوضع في العراق، الآن العراق أمام جيل الرابع اللي ناسي شلون إحنا جايين لهذه المرحلة، ناسي هو شلون نظام البلد كان يضطهد جميع المكونات. طيب إذا كان اشتراك بأي حكومة يعني يتهم مكون بها، حكومة نظام البايد كان فيها سني، كان فيها شيعي، كان فيها كردي، معناه إحنا مسؤولين على اللي صار، على الضرب الكيميائي والأنفال اللي صار للكرد، على التجفيف الآبار اللي صارت يمك بجنوب؟ كلا، لأنه مو صاحب قرار. هناك فرق بين المشاركة والاشتراك أستاذ. منذ زمن الملكي كان هناك وزير ما وزير وزير اصلا صهيوني شو اسمه من الديانه اليهوديه كانت وزير الماليه قاعد تيجي تقول والله هذا مثلا مكون اليهودي هو المسؤول. تم تغيير جدا يعني هوايه شغلات، مثلا بكركوك استاذ فاضل، واول مجلس محافظه بكركوك 12 شخص كانوا، سته منهم كرد، واحد عربي، اثنين كريستيان، واحد يهودي. هسه جاي انت بغير تغيير التوزيع الجغرافي وتغير هذا امام اعين الناس، انت جارك تعرفه هذا كردي عربي ولا يهودي ولا كريستيان، تيجي تهاجر عالم ما تعرفه من وين جايبه. كوبونا 32 الف عائله حولوها على كركوك، واحنا هذا مشكلتنا، لازم نحل هذا. احنا مو عندنا بس مشكله المال، تم انشغال إقليم كردستان بقوت المواطنين لأنه ضربوا، لذلك نحكي فيها أهوال. طيب سادة ريبين، خلص وقت البرنامج، خلص وقت البرنامج، لكن خليني في نهاية البرنامج أسألك سؤال أخير وممكن يستفادون من الناس. تعتقد بأنه هذه المبادرة أو هذه الزيارة، زيارة المستقلين إلى السيد مسعود برزاني، زيارة استثنائية راح تساهم بتشكيل الحكومة المقبلة لو كسابقاتها بروتوكولية وكالمبادرات القديمة، شنو اللي يميزها هذه الزيارة عن باقي الزيارات؟ نقدر نعول عليها؟ يعني مع الأسف هناك مثلا الأخ الأكبر اللي هو المكون الشيعي الإخوان ما يتفقوا، فأنت لازم تحاول بطريقة يبدو أن الصوت والصورة غير واضحة مع السيد ريبين سلام. السلام، شكرا إلى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد ريبين سلام، شكرا جزيلا لجنابك، وكذلك شكر موصول للنائب السابق عن تيار الحكم السيد حسن فدعم كان معي هنا في الاستوديو، وشكر ايضا موصول اليكم احبتي المشاهدين، تقبلوا تحياتي، اشوفكم باكر في مالا.